بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع أحلل أقرأ الكلمات ثم أحللها إلى مقاطع وحروف. دقيق، أنتبه إلى المد، الفر، أنتبه إلى المقطع الساكن، حبة، أنتبه إلى الشدة. الآن سنطبق استراتيجية اختر صديقك. ابدأ ابدأ. لنرى من أول صديقان سيأتيان. تعال يلا نشوف. دا بي، فين الياء؟ اين الياء؟ لازم تعمل لها سنة كده. الفر حب ب، لازم تعمل لها سنة يا عبد المحسن. خلاص طيب، اشوف الزميلين الاول. دا في الفر حب ب، ممتاز ممتاز نور و عبد المحسن. طيب ثواني، لا كل اثنين يقفوا جنب بعض، كل اثنين ورا بعض ورا بعض. احسن المهذبين اول، اللي هيعمل ازعاج بيجلس هنا. خلاص، دقيق الفرق. طيب انت حليت دي دلوقتي ولا قبل حللها قبل كده؟ لا ما ينفع، انت نقلتها منه صح؟ صح ولا لا؟ خلاص بره المسابقة، ما ينفع نحل في البيت. انا ما حليتها والله. ال هنا دا قي ال فر دي نون بس كده صح؟ حب باتو، ممتاز، 10 من 10. حاكم معك حاكم. أبنتوا جيتوا ليه؟ وراهم. احنا وراهم. ممتاز يا حاكم. الاثنين ورا. روح هناك، روح هناك، وسعوا لهم. بعدين ماجد وبيت. ممتاز. ماجد وبيت. ممتاز. مين؟ أنا وياي. ممتاز. أهم حاجة نعرف إن الشد حرفين، والمقطع الساكن والمقطع الطويل. ممتاز ما شاء الله، ممتاز يا أبطال. معك مين يا عبد المحسن؟ صديقك هذا الفر حب داقي، بس نسيت النقطة. يلا ممتاز. معك مين؟ اللام تمشيها كده. أتى محمد، ممتاز. ها أنا وسعد. اختر صديقك. أنا وسعد. حاضر، ممتاز. اضغط هنا كده، الباء الباء اعمل لها سنة كده. ممتاز زياد. ها يلا يا راجل، راجح وصالح، اضغط هنا، ممتاز، اضغط هنا بطل، ممتاز. احمد وفهد، دقي الفر حبته، الله عليكم الله عليكم، ممتاز ممتاز ممتاز. التحليل رائع، كله احسن في التحليل، كله ممتاز في التحليل. اجلس هنا، كل اثنين مع بعض، كل اثنين مع بعض، كل صديقين يمسكان يدي بعضهما. الصديقان احمد وفهد
الصديقان صالح وراجح، الصديقان عزام وحاكم، محمد ووسام، زياد وعبد المحسن وعبد وصالح، أبي وماجد، عبد المحسن ونور، وعبد الله وسعد. كنتم رائعون هنا. يعني عبد الرحمن حل في البيت، وأنا ما بحبش الحل في البيت. ليه؟ لازم تحل أمامي لأراك. وطلال ممتاز يا طلال، بارك الله فيك، لكن ممنوع الحل في البيت. لأن تتعود تعتمد على نفسك. ممكن واحد يحل مع أمه، ونجي بقى وقت الاختبار التحصيلي ما نجيب درجات حلوة. لازم يعني كأنك في الاختبار. كأنك في الاختبار. بارك الله فيكم يا أبطال.